تمتلك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس منظومة متنوعة من الصواريخ محلية الصنع التي عولت عليها سابقاً ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى. أبرز صواريخ القسام هو صاروخ عياش 250 بعيد المدى، إذ يصل إلى أهداف خارج حسبان المخطط الإسرائيلي. سمي تيمناً بقائد الكتائب يحيى عياش، ودخل الخدمة عام 2021 في عملية سيف القدس. يبلغ مداه 250 كيلومتراً، واستعملته وما زالت تستعمله القسام لضرب المدن الإسرائيلية أخيراً على غرار إيلات وصفد، رداً على قصف المدنيين في غزة. صاروخ آر 160 هو صاروخ قسامي مطور استخدم أول مرة في صد العدوان الإسرائيلي على غزة في حرب يوليو 2014. سمي تيمناً بقائد الحركة وأحد مؤسسيها عبد العزيز الرانتيسي، ويبلغ مداه 160 كيلومتراً. ضرب هذا الصاروخ حيفا وما جاورها من مناطق في رد فعل من المقاومة على العدوان الإسرائيلي على القطاع. صاروخ M75 يعتبر من الصواريخ القسامية متوسطة المدى. يرتبط اسمه بالقيادي في الحركة وأحد مؤسسيها إبراهيم البقادمة. كشفت عنه الكتائب خلال معركة حجرة السجيل عام 2012، وقصفت به حماس أخيراً مدينة ريشون لتسيون جنوبية تل أبيب. أما صاروخ G80 القسامي فقد استخدم في العام 2014 خلال عملية العصف المأكول. يحمل هذا الاسم تيمناً بالقيادي أحمد الجعبري. يصل مداه إلى 80 كيلومتراً، وأطلق على مدينة تل أبيب في حرب 2014 وفي عام 2019 في هجوم على شمال تل أبيب، وتطلقه الآن كتائب القسام نحوها من جديد رداً على قصفها لقطاع غزة. كتائب القسام أعلنت كذلك استخدامها لمنظومة متبر واحد خلال طوفان الأقصى وسط تقديرات بسرعتها الفائقة. يتحرك متبر واحد ضد أهداف بطيئة أو قليلة المناورة مثل المسيرات وطائرات الهليكوبتر القتالية ذات المسار الثابت على ارتفاع أعلى، وضربت به القسام طائرات ومسيرات إسرائيلية. وإلى جانب القسام برزت المنظومة الصاروخية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي التي استخدمت في المعارك السابقة والحالية ضد الاحتلال على غرار صاروخ بدر 3 المطور الذي يبلغ مداه نحو 160 كيلومتراً، والذي استخدم أول مرة في صد العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2019 عبر قصف عسقلان وتل أبيب. فضلاً عن ميزته الأخرى المهمة، فهو لا ينفجر حين يضرب الهدف بل عندما يكون فوقه بنحو 20 متراً.